لو انت مصور صور او مصور فيديو وناوي تشتري معدات اضاءة، فانصحك انك تتفرج على الفيديو ده لانه هيفيدك بنسبة كبيرة جدا في حسم قرارك واختيار الاضاءة المناسبة ليك. انا احمد حسن، والنهاردة هنتكلم عن اساسيات الاضاءة. قبل ما ابدا الحلقه حابب اشكركم جدا على الدعم اللي بتقدمه لي، وحابب اشكر الناس اللي ورايا واللي بتقول لي كمل واستمر بنستفاد من المحتوى بتاعك. انتوا بالنسبه لي كنز كبير جدا، ولو حابب ان المحتوى بتاعي يكمل ويستمر وشايف ان هو مفيد ليك او مفيد لحد غيرك، فيا ريت تعمل لايك، لان اللايك بتساعد الفيديو على الانتشار. الاضاءه هي اهم مكون من مكونات الصوره، من غير اضاءه مفيش صوره، ولا الصوره اللي الكاميرا بتشوفها ولا الصوره اللي عينك كمان بتشوفها. فمعرفتك واهتمامك بفن الاضاءه معناها انك هتطلع صور كويسه، وعدم معرفتك بفن الاضاءه معناها انك لسه ما بداتش تصور. ناس كتير جدا ما بتحبش تسمع مواضيع عن الاضاءه وبتحس ان هو موضوع معقد وفيه مصطلحات ياما، لكن الحقيقه غير كده. الحقيقه ان الاضاءه بحر واسع جدا، لكنها من ألذ الحاجات في التصوير، واعتقد انك بعد الفيديو ده هتحب تتعامل مع الاضاءه. هنتكلم النهارده في حلقتنا عن خصائص الاضاءه وانواع الاضاءه واتجاهات الإضاءة وأسماء الإضاءة. الإضاءة من ناحية الخصائص، في الأول أنت لما سمعت كلمة خصائص حسيت إن الموضوع كبير أهو، فيه مصطلحات مكلكعة من الأول، لكن الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. الإضاءة من ناحية الخصائص بتنقسم إلى هارش لايت أو إضاءة حادة، وسوفت لايت أو إضاءة ناعمة. وأنت النهاردة في الحلقة دي بمعرفتك لخصائص الإضاءة هتعرف تفرق ما بين الهارش لايت أو الإضاءة الحادة والسوفت لايت أو الإضاءة الناعمة. بالمنطق أي جسم 3D زي جسم الإنسان لما تسقط عليه إضاءة بتكون ظلال، وبيكون في فرق ما بين الهايلايت أو الأماكن المضيئة والشادوز أو الأماكن المعتمة. الظلال دي بقى بتزيد جدا لما بتكون الإضاءة حادة، وبتقل جدا لما بتكون الإضاءة ناعمة. طيب أنه الأحلى من الاثنين، الإضاءة الحادة ولا الإضاءة الناعمة؟ الاثنين ليهم استخدام على حسب رؤيتك أو المود والرسالة اللي عايز توصلها من المشهد، وده هنعرفه وهنتكلم فيه قدام شوية. بس خلينا الأول نعرف إزاي نتحكم في الإضاءة ونخليها سوفت لايت او هارش لايت. في عاملين مهمين جدا بيتحكموا في خصائص الاضاءه. اولا حجم مصدر الاضاءه. كل ما كان حجم مصدر الاضاءه اكبر نسبيا من الشخص او الاوبجكت اللي بتصوره، فالاضاءه هيكون عندها فرصه تتشتت اكتر وتتكسر اكتر وتبقى سوفت لايت. وعلى العكس تماما، لما بيكون مصدر الاضاءه صغير نسبيا بالنسبه لحجم الجسم او الحاجه اللي بصورها، فالاضاءه مش بيبقى عندها فرصه تتشتت بنسبه كبيره، فبتكون اضاءه حاده او هارش لايت. يلا ناخد مثال. لو عندي شخص بصوره قدامه اوكتا 120 سنتي واوكتا 90 سنتي موجودين على نفس المسافه منه، فإضاءة الأوكتا 120 أكيد هتكون أنعم من إضاءة الأوكتا 90 سنتي. بس لو خدت بالك أنا قلت لك موجودين على نفس المسافة من الشخص اللي بيتصور، وده بياخدنا للنقطة الثانية وهي قرب وبعد مصدر الإضاءة من الجسم أو الشخص اللي بيتصور. خلينا نكمل المثال. لو الأوكتا 120 بقى رجعت لورا والأوكتا 90 فضلت قدامي، فالأوكتا 120 سنتي هتبقى صغيرة نسبيا بالنسبة لحجم جسمي، على عكس الأوكتا 90 اللي هي المفروض اصغر بس هتبقى كبيره نسبيا بالنسبه لحجم جسمي. وبكده الاوكتا 120 سنتي هتبقى هارش لايت، والاوكتا 90 سنتي هتبقى سوفت لايت. وده بيفصل لنا ان الشمس اللي هي اكبر مصدر اضاءه في الكون كله في وقت الظهر بتبقى هارش لايت، مع ان متوفر فيها الشرط الاول اللي هو حجم مصدر الاضاءه، لكن ده بسبب الشرط الثاني اللي هو بعد مصدر الاضاءه عن الشخص او الجسم اللي بتصور. فلما بتبص للشمس بتلاقيها قد كده، مع ان حجمها اكبر من حجم الكره الارضيه اللي احنا عايشين فيها. والشمس القويه ليها حلول ممكن تصور فيها عادي جدا. اول حل هو انك تصور في مكان فيه ظل. الحل الثاني هو انك تستخدم ديفيوزر اللي بيكون موجود في الريفليكتور واللي هو اداه اساسيه مع اي مصور. اما الحل الثالث فهو انك تستنى ان ربنا يكرم وتعدي السحابه، فتبقى بالنسبه لك ديفيوزر وتخلي الاضاءه ناعمه. ثانيا انواع الاضاءه. الاضاءه ليها ثلاث انواع. اول حاجه الناتشرال لايت او الاضاءه الطبيعيه، ثاني حاجه الارتفيشال لايت او الاضاءه الصناعيه، تالت حاجة الامبيانت لايت او الاضاءة المحيطة. الناتشرال لايت او الاضاءة الطبيعية زي ضوء الشمس والقمر، اضاءة كويسة جدا وبتساعدنا كتير جدا في الصور بتاعتنا وبتساعدنا نطلع صور كويسة، لكن ملناش اي تحكم فيها. الشمس في الظهر بتبقى قويه، بعد العصر بتبقى ناعمه، في الشتاء بتبقى انعم، حاجات ما نقدرش نتحكم فيها، ولا نقدر نخليها في وقت الظهر انعم، ولا نقدر نخليها في وقت العصر اقوى. احنا بس بنحاول نتكيف معاها ونطلع منها اقصى استفاده. اتنين الارتفيشال لايت او الاضاءه الصناعيه، زي الفلاش والهدات والليد، ودي حاجات بنشتريها وبنوظفها حسب احتياجنا وحسب الحاجه اللي بنصورها، وبيكون لنا التحكم الكامل فيها. اما الامبيانت لايت او الاضاءه المحيطه، فهي الاضاءه الموجوده في المحيط بتاعي، زي مثلا نجفه، اضاءه جايه من هنا، اضاءه جايه من هنا، موجودين في المحيط بتاعي. كده نبقى عرفنا الثلاث انواع بتوع الاضاءه. نروح بقى لالوان الاضاءه. كل اضاءه بيكون ليها درجه حراره معينه، وحسب الدرجه دي بيكون بتميل للون الازرق او اللون الاصفر، وده بياخدنا للوايت بالانس او ضبط اللون الابيض في الصوره، ودي في الكاميرا بتاعتنا اسمها كلفن او بيرمز لها بالرمز كي. الرقم بتاع كلفن بيبتدي من 2000 ويوصل لحد 10000، لكن المتوسط بتاعه والمظبوط 100% هو 5600 كلفن. يعني لو عندك لمبه 5600 كلفن فهتطلع اللون الابيض ده ابيض مظبوط 100%، والكاميرا على اساس رؤيتها الصحيحه للون ابيض بتثبت باقي الالوان. الرقم ده كل ما بيزيد الالوان هتميل للون الازرق، وكل ما يقل فالالوان هتميل للون الاصفر، والمفروض انك بتثبت الكلفن في الكاميرا على حسب رؤيتك وعينك. نيجي بقى للنقطه رقم 3 وهي اتجاه الاضاءه. اتجاه الاضاءه هو اللي بيتحكم في مود الصوره، وخلينا اديكم مثال صغير بالفيديو اللي جاي ده.
كل اللي انا عملته ان انا غيرت اتجاه الاضاءه فعطت مود مختلف للصوره. لو اخدتوا بالكم فالموضوع كان فيه عمق وحزن شويه، وده بسبب ان انا غيرت بس اتجاه الاضاءه. فهل لو كانت الاضاءه مش متوزعه بالشكل ده كنت هتحس بنفس الاحساس؟ مثال تاني بنوعيه اضاءه اسمها ريمبرانت لايت، ودي اضاءه بيستخدمها بعض المصورين عشان يخلقوا عمق في الصوره. بعد ما عرفنا تأثير اتجاه الإضاءة على الصورة، يلا بينا نعرف مسميات الإضاءة، وهشرحها لكم بقاعدة صغيرة جدا اسمها 3 point lighting أو 3 مصادر إضاءة. واحد، المصدر الرئيسي أو الكي لايت، وده ضوء بينور معظم الصورة أو المشهد بتاعك وبينتج عنه ظلال في الناحية العكسية. 2، فيل لايت أو ضوء ملء الظلال، وده ضوء بيعالج الظلال اللي عملها لنا الكي لايت، وأكيد بيكون موجود في الناحية العكسية للكي لايت. 3، الباك لايت أو الضوء الخلفي، ودي اضاءة مهمتها انها تفصل العنصر اللي بيتصور عن الخلفية، ودي هي الاضاءة اللي بتستخدم في 80% من السيت ابس اللي بنشوفها. وعشان تفهمهم اكتر فدلوقتي انا بستخدم التلات مصادر دول، فهحاول ان انا اطفي كل مصدر منهم ونشوف تأثيره على الصورة عامل ازاي. نبدأ بالكي لايت. زي ما قلت لك فهي اضاءة بتنور معظم المشهد، ومن غيرها المشهد بقى مظلم وما بقتش شايف تقريبا اغلب التفاصيل. هل ممكن ان انا اكمل حلقة كده؟ اكيد لا. نجرب بقى نشغل الكي لايت ونقفل الفيل لايت. زي ما انت شايف المشهد معظمه منور ومفيش بس غير الظلال الموجودة في الناحية العكسية للكي لايت. فهل ممكن اكمل الحلقة كده؟ طبعا عادي جدا. نجرب بقى نشغل الفيل لايت مع الكي لايت ونشوف تأثيره على الصورة عامل ازاي. اكيد ملاحظ اختفاء الظلال اللي كانت موجوده في الناحيه العكسيه، ودي هي مهمه الفيل لايت. بالمناسبه الفيل لايت دايما بيبقى اضعف من الكي لايت. اتمنى بالطريقه اللي عملتها دي اكون وصلت لك الفكره بشكل كويس. اكيد دي مش كل حاجه عن الاضاءه، واكيد هنعمل عنها حلقات كتير ونتكلم عنها كتير، بس انا حبيت الاول اوصل لك ان الاضاءه مش شيء مخيف، ممكن تتفرج عليها عادي وممكن كمان تحبها وتحب ان انت تتعامل بيها. بصت على نفسك المواضيع هتلاقي كل حاجه سهله. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، وانت بما انك كملت الحلقه للاخر فانت واحد من عيلتنا الكبيره وحد مميز عندي جدا وجامد. اشوفك على خير قريب جدا في حلقه جديده.